عايزه اتكلم، عايزه اقول، عايزه اقول يجب ان لا يجب ان، يعني حاجه لازم اعملها وحاجه مش لازم اعملها. ازاي اعبر عن ان انا حاجه الزام لازم اعملها، وازاي اعبر عن حاجه مش لازم اعملها او ممنوع ان انا اعملها. بستخدم كلمتين، اول واحده كلمه ماست دوت يجب ان، يعني لازم اعمل حاجه يجب ان، ومستنت النفي بتاعها اللي هو ممنوع ان انت تعمل كذا او لا يجب ان. تمام كده؟ طيب عايزه اقول في المدرسه ان انا لازم ارتدي زي المدرسه، اقولها ازاي؟ احنا لازم نرتدي زي المدرسه، يبقى وي ماست. خدوا بالكم بقى من حاجه، ماست ومستنت بتطبع بالانفينيتيف بالايه؟ بالمصدر، يعني فعل من غير اي ايه؟ اضافات. وناخد بالنا وين وكان وكود وماست وشد، كله دول بيجي وراهم الفعل في المصدر عشان تبقى قاعده عندنا اساسيه. كل الافعال دي اسمها افعال ناقصه، اسمها مودرن فيربس. كل الافعال الناقصه بتتبع بفعل مصدر، تتبع بفعل ايه؟ مصدر. يبقى ويل مصدر، شد مصدر، ماست مصدر، شد مصدر. تمام كده؟ لسه ماشي. ها يبقى ماست وماست بيجي وراها الفعل في الايه؟ في الانفينيتيف اللي هو في الايه؟ في المصدر. وي ماست يبتدي يعني ايه؟ وير اور سكول يونيفورم. يبقى لازم نرتدي الزي المدرسي بتاعنا. يجب ان خلاص كده؟ طيب عايزه اقول لحد ما ينفعش تدخن هنا او ممنوع التدخين هنا، نقولها ازاي؟ ماست يبقى ماست، لان دي حاجه ممنوعه. You must انت smoke here. يعني ايه؟ هنا. كلمة smoke يعني ايه؟ يدخن. برضه نفس الكلام، مصر تجالي وراها الفعل في الايه؟ في المصدر، الفعل smoke اهو. وهنا وير اللي هو يرتدي. يبقى بستخدم مصر لما اقول ان انا لازم اعمل حاجة او يجب ان اعمل حاجة، واستخدم مصر لما اجي اقول ممنوع اعمل حاجة او ما ينفعش ان انا اعمل الحاجة دي. والاتنين بيجي وراهم الفعل في الايه؟ في المصدر. طب انا الاسئله هتيجي عندي ازاي او التصحيح هيجي لي ازاي؟ هيجي لي ماست او ماست ويجيب لي وراها الفعل في اي ان جي او اي دي او اس او في اي اضافات، هعمل ايه؟ هشيل الايه؟ الاضافات. تاني حاجه هيجي لي ماست في جمله المفروض تبقى لا يجب ان، هروح عاملها ماست. هتجي لي ماست في جمله المفروض تبقى ماست، هروح شايله النوت، وهكذا. هو التصحيح عندي هيبقى عباره عن الحاجات دي، يا اما يجيب لي ماست او ماسنت وانا اجيب الفعل في المصدر اصححه، يا اما يجيب لي ماست هتبقى ماسنت، يا اما يجيب لي ماسنت هتبقى ايه؟ هتبقى ماست. تعالوا بقى نحل مع بعض الجزء صفحه 137 في كتاب المعاصر. اول جمله قال لي ايه؟ يو ماسنت تيك ميديسين وين يو ار ان، اوعى تاخد الدواء لو انت تعبان. حاجه اسمها اوعى تاخد الدواء؟ لا. يبقى انا هنا هعمل ايه؟ هشيل النوت. فهمنا الاسئله بتجيلي ازاي؟ سهله جدا. طب الثانيه people must work، people must work ما ينفعش يجي لي فعل ماضي، انا قلت بيجي الانفينيتيف يبقى وير، يبقى التصحيح بتاعها يبقى وير. بعد كده you mustn't eat fruit and vegetables they are healthy، اوعى تاكل خضار وفاكهه لانهم صحيين، لا ما ينفعش، يبقى must. فهمتوا التصحيح بيبقى ازاي؟ سهل جدا. هما ما بين ثلاث افكار، يا اما الفعل هظبطه، يا اما هجيب ماست هتخليها ماست، يا اما ماست هخليها ايه؟ ماست. دول الثلاث افكار اللي ممكن يجيبهم. سهله ولا فيها مشكله؟ كملوا لي بقى، يلا كل واحد لوحده كده. ماشي يا مس. يا مس هو هي حل صفحه 137 كتاب المعاصر على قاعده ماست، واستخدام ماست وماسنت زائد الانفينيتيف والفعل في المصدر. تعال نشوف الاجابات. يو mustn't تيك ميديسين when يو ار ال، لما تكون تعبان ما تاخدش الدواء، يبقى التصحيح بتاعها ماست. بيبل ماست وور، احنا متفقين ان ماست ومصنت بيجي وراهم الفعل في الانفينيتيف، يبقى وير. يو mustn't ايت فروت اند فيجيتابلز دي ار هيلثي، لا لازم تاكل خضار وفاكهه لانهم صحيين، يبقى ماست. يو ماست المصدر من بين بي. You must use mobile phone in our classroom، نستخدم التليفون في الفصل، لا mustn't. You mustn't طبعا throw الفعل في المصدر. You must respect nature when you go wildlife watching، يبقى you must لازم نحترم الطبيعة. You must scare birds or animals، تخاف من الحيوانات، لا mustn't. You mustn't scare birds or animals. You walk to school today because there are no buses، هتمشي هتضطر ان انت تمشي المدرسة مفيش اتوبيسات، يبقى you must.
You must study. طبعا must بيجي وراء الانفينيتيف. Students forget their homework. الطلبة الواجب بتاعهم ما ينفعش ينسوا. Mustn't. We listen to our teacher carefully. We must. We must quiet in the library. We must be quiet in the library. يبقى دوت حل صفحة 137 على قاعدة must و mustn't.